استكمل الفريقين العدد المطلوب وأصبحا جاهزين لخوض المواجهة. المعنويات مرتفعة والحماس بلغ عنان السماء. هل سيصمدون إلى نهاية المواجهة والتبرع؟ أم أن لون الدم سيفقد البعض وعيهم؟ ووخز الإبر سيجعل البعض الآخر يتراجع؟ خلونا نتابع. صعد المتسابقين والمتبرعين. هل سيجتاز كل هؤلاء الفحوصات الطبية الأخيرة ويستكملون التبرع بالدم؟ أم أن خروج أحدهم سيؤهل الفريق الآخر للفوز؟ فوزنا إن شاء الله. أنا من ضمن المتبرعين الذي أقنعوني بفريق حسن. أنا نور المتبرعة الثالثة اللي أقنعوني بفريق حسن. أنا المتبرع ربيع شهاب الملاح اللي أقنعنا فريق حسن أننا نتبرع بالدم. الجولة الأولى كان بالنسبة لي كنت متحمسة جدا وروح الحماس عالي جدا، وكنت يعني متفائل كثير أني بنجح إن شاء الله. وأنا كمان دخلت التحدي هذا مش ليكون برنامج أولا أو يكون يعني أكسب أني أول فريق الآخر، لكن لأنه هذا عمل خيري ويستحق أني يعني أثابر بهذا العمل الخيري. يعني كانت في صعوبات شوية اللي هي متبرعين كانوا بعضهم يرفضوا بعضهم يقولوا تمام، فبرضو فيهم النساء وفيهم الرجال، فالحمد لله أنه يعني تمت المرحلة. الجولة التي تم فيها اختيار المتبرعين الحمد لله تمت، صح كان فيها شوية صعوبة بنفس الوقت متعة بعد ما أخذنا وزنهم وسوينا لهم فحص الدم. صراحة الجولة الأولى كنا متحمسين قوي وكنا المعنويات مرتفعة الحمد لله، وحصلنا ربي يكرمنا احنا كذا بالمتبرعين. حصلنا في الهرم ثلاث بنات بالبداية اللي كان يعترضوا ما يشوش يطلعوا في التلفزيون، بيتبرعوا معنا بس ما يشوش يطلعوا في التلفزيون. حصلنا الناس اللي بيجوا معنا للمستشفى بيتصوروا وبيطلعوا معنا وبيتبرعوا بالدم. وصل الفريقين لمكان المواجهة، تم تجهيز المكان والأوراق الرسمية لهم للتبرع. فهل سيجتاز كلا الفريقين الفحوصات الطبية المطلوبة لاستكمال التبرع بالدم؟ تم إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من أن جميع المتبرعين صالحين للتبرع بالدم. الآن ستبدأ أولى المراحل للتبرع بالدم. يعتبر التبرع بالدم حاجة صحية لجسم الإنسان. أقنعوني فريق سماح لي التبرع بالدم كعمل إنساني، وكذلك واجب على كل مواطن أن يتعاون مع هذه الفئة ولأنها تحتاج إلى التبرع بالدم. الوخز بالإبر مؤلم، لكن الغاية سامية والكل مستعد للتحمل. هناك مرضى يتألمون في كل لحظة ويحتاجون هذا الدم ليبقيهم على قيد الحياة. صح ان الإبرة تفح شوية بس حلوة الصراحة، لما الشعور لما تجيب لحد كده ها الدم او زي كده ناس محتاجين حلو مرة.
والله صح انهم قالوا لي على كذا، واني كان صحباتي جنبي كذا، ها اشوف ما عاد فيش حد جنبي يسالوني هل بتتبرعي لحد، صح اني استغربت يعني نحسب في حاجه او زي كذا، بالاخير يقولوا لي الناس يعني محتاجين اكيد نلبي الطلب. شرق حسن الوهباني، أحد متبرعات بمن الدم، أحد فريق سماح الذي أقنعتني بتبرعات الدم. والله إنني أتمنى أن أتبرع بهذه الحاجات يعني لإنسان أخواننا المسلمين عشان مرض أي اتجاه منه. ملاك لها قصة أخرى في حلقة اليوم، تعالوا نعرف ما هي لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، اللي لفت أنظارنا اليوم ملاك اللي ما عبايتها ما رضتش تطلع علشان تتبرع في الدم، فأبت إلا أن تشق عبايتها علشان روح التعاون والتكافل، فاجأتنا بروح المبادرة اللي عندها وروح الحماس، وإلا أنها تدخل معنا في حلقة اليوم وتكون إن شاء الله من ضمن المتسابقين واللي بيفوزوا اليوم. أنا ملاك محمد علي، معنا المتبرعات فريق سماح. لما طبعا زي ما انتم عارفين اعزائي المشاهدين، للتبرع بالدم فوائد كبيره وكمان اجر كبير. الشخص اللي يتبرع بالدم يحس اول حاجه بتجدد طاقه، كمان لا تنسى انك تنقذ ارواح. في ناس في المستشفيات محتاجين القربة الدم علشان تنقذ حياتهم، ونخص بالذكر في هذا الموضوع اصحاب الفصائل النادره من الدم. في ناس بنفس فصيلة دمك محتاجين دمك، في نفس الوقت انت عندك قدرة انك تتبرع بهذه الفصيلة من الدم، فروح اقرب مستشفى وتبرع والله يكتب اجر الجميع ان شاء الله. المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه انشا في عام 2005، يقدم الخدمة مجانية للمواطنين بشكل عام لكل الفئات وكل الطوائف، امراض الثلاسيميا، امراض السرطان الدم، امراض الفشل الكلوي وغير ذلك. نطلب نحن من الجمهور أو من المتسابقين أو غير ذلك من الناس بالتبرع بالدم، لأن للدم فوائد كثيرة، منها أولا يحسن من صحة الإنسان، فصحة الإنسان، فالتبرع الزائد بالدم والتبرع بالدم
يتخلص من السموم عندنا أول شيء، وفي عندنا كمان يجدد أو يمنع ترسب الحديد الذي يكون له آثار جانبية وأمراض أخرى مثل الجلطات وغير ذلك. كما أن قطرة الدم ربما قد أو بالأغلب أنها قد تنقذ حياة، تمام. فمثلا بعض الفصائل النادرة السالبة قد لا يحصل عليها المريض بشكل بسيط أو بشكل سهل، فنطلب من المتبرعين أو أصحاب الفصائل النادرة أن يتوجهوا إلينا في المركز من أجل التبرع بالدم. عندما تكون الغاية سامية والهدف نبيل، يتفاعل مع هدفها الجميع، صغار وكبار، رجال ونساء. في حلقة اليوم الكل فاز، حصل المرضى على الدم وحصل المتبرعين على الأجر وأنقذوا أرواحا تتألم. إيش رأيك الآن نروح نشوف إيش بيسووا الفريقين ونخلي الأطباء بحكم أنهم تعبوا إلى الآن، يعني للساعة 2 تقريباً ونص وهم تاعبين إلى هذه اللحظات، إيش رأيك نخليهم هم اللي يحسمون نتيجة اليوم ونشوف يتكلموا عن المسابقة بشكل عام؟ حلو. إذن تفضل. الفريقين بذلوا جهد ممتاز وجيد جداً، بذلوا جهد في جمع القراب وغير ذلك. في بعض المتسابقات برغم خوفهن من الدم إلا أنهن بذلن مجهود وتبرعن بالدم، حتى أن في بعض المتسابقات قطعت من ثيابها من أجل تبرز يدها من أجل التبرع بالدم. وفي واحدة من المتبرعات كان كمية الدم حقها بالحد الأدنى، لكن فوق هذا تفضلت التبرع بالدم. أشوف أن أنا أشوف من جهتي كحكم أن الفريقين بذلوا مجهود جيد وممتاز، والجائزة بالتساوي بينهم. فاز الفريقين بجائزة اليوم. شاهدنا حلقة وتحدي هما الأجمل من بين كل الحلقات.